في العالم مارلون براندو، لان شغله هو كممثل شغل خفيف رفيع قوي. بصت عين ده لو في لونج شوت مش هشوف اداؤه خالص. فهنا المخرج كمان دي مشكلة تانية، لو المخرج مش فاهم اسلوب الممثل ممكن يدمر الممثل، هيطلع بارد زيادة عن اللزوم. وايضا المخرج اللي مش واعي ان الممثل اللي معاه اوفر فلازم ما يقربش من وشه قوي، هيبقى منفر الممثل الاوفر ده، هستحمله مرة لقطة اتنين، اكتر من كده مش هقدر استحمله. امشي عشير في فن التمثيل السينمائي ان الممثل يحرك حواجبه، اني بلاقي معظم الجداد كم الجريماس كم التعبيرات وتحريك العضلات بتاع الوش كتير زيادة عن اللزوم. فهنا بقى اما الحاجة بيتحرك كتير او تعبيرات الوش تبقى مبالغ فيها وما بلحقش اشوف وشي، ده عيب فظيع في التصوير، ما بلحقش اشوف الوش ولا التعبير. وممكن ابقى شخصية عصبية على فكرة، يعني ابقى عصبي وفي حركة عصبية لكن ما بعملهاش بشكل يعمل تشويه او تشتيت لعين المشاهد. اوقات كتير اجيال جديدة ليكو ونقاد ومسلين قدامى غير مثقفين يمجدوا الاندماج المبالغ فيه. الاندماج المبالغ فيه ده حالة مرضية، ده غيبوبة. الممثل اللي يعمل ده ما يبقاش ممثل، ما يبقاش فن.